بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عمرو صفوت، انا كونسلتنت بلاستيك سيرجري في انجلترا وفيزيتنج كونسلتنت في السعوديه وفي الكويت، وطبعا مصر بلدنا الحبيبه. الحقيقه انا شايف ان من اهم ادوار الجراح ان هو يوعي الناس عن الامور اللي متعلقه بالشغل بتاعه. احنا دلوقتي طبعا دي الايرا بتاعه جراحات التجميل والفيلرز والبوتوكس والحاجات دي كلها. الحقيقه احنا محتاجين اننا نوعي الناس عن ان هم لابد ان هم الاختيارات بتاعه المواد اللي بتستخدم تبقى اختيارات صحيحه. اختيار الطبيب اللي بيتعامل معاه لازم يكون على مستوى بروفيشنال معين. اختيار المواد لازم يبقى الحقيقة بدقة أكتر، ولابد من توعية الناس عن كل الحاجات دي والحاجات اللي هي تختص بجراحين، الداتابيز بتاعهم، المواد اللي بتستخدم، كل الحاجات دي مفروض انها تبقى متاحة لكل فئات الشعب بمختلف الميديا، يعني ممكن عن طريق الانترنت والحاجات دي، وممكن عن طرق تانية في المولز في التجمعات. لأن الحقيقة بدأنا نشوف مشاكل كتير جدا مع كتر العمليات والبروسيجرز اللي بتتعمل، بدأنا نشوف منها مشاكل، فإحنا من واجبنا أننا نوعي الناس عنها. الحاجات التانية الوقاية من الأمور اللي إحنا بنعالجها، يعني زي الحروق زي الحوادث، لازم يكون إحنا لنا دور فعال في أننا إزاي نعمل بريفنشن أكتر من أننا نعالج. برضو الحاجات الفيرست ايد اللي ممكن الناس تعملها في البيوت في الحاجات اللي بتختص بتخصصنا، برضو لابد ان كل دكتور يبقى في المكان اللي هو فيه هو اللي بيعلم الناس، يعني غير انه يعالج لازم يعلم الناس ازاي انها تتعامل مع الامور المختلفه.